اللي باش تدخل عليه الفرح والسرور، اللي باش تفرج كربه. قد تكون يا أخواتي هذه من أمراض الغني، ثم فضائل الغني. نعم المال الصالح نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، تلقاه سبحان الله يشري حاجة غالية، وإلا يستدعي الفقير يقول لك هو ما طالش ما يقل الحمد من مرة في العام، نستدعيه ونضيفه على مشو في بيتي ولا برا، إكراما له، إسعادا له، إدخال السرور. إذا مش نيتي باش يعني تباهيا أو تفاخرا، لا، إسعادا، أعطي إسعادا، لاني طامعة فيه باش يبجني ولا باش يقدرني ولا باش يولي يلتقي مستوايا خالص لله، نيتي إسعاده. هذا أمر طيب، هذه قلوب طيبة. قد تكون نية الغني أن يحب يرحم الفقير، معناها من نضيفوش على أكلة باهظة، وما نشريش الفواكه الباهظة جدا اللي أنا قادر عليها، نشري حاجة وسط. مش نيتي إذلاله، مش نيتي أني خايفة من عينه، لا، ما نحبش نحير له قلبه، ما نحبش نوجعه، هو حاجة ما طالهاش. وإلا زوجي شرى لي سيارة كبيرة ثمينة باهظة نفيسة جدا، ما خمش نوريها لها، مش خايفة من عينها، مش هي ما وصلتش وما قدرتش ما غيرهاش. نجم نهديها مثلا، نهدي لها عطر طيب، وأفضل ما يهدى العطر. نعرف ما تقدرش تشري عطر، حتى كي تشري بتاع السواقي بتاع الصفة، نشري لها عطر ثمين غايتي نسعدها، يعني نعرف كي ما تقدرش باش تاكل المشوي، الحمل المشوي، ما تقدرش باش تشري العطر، فنكرم. شنو اللي غير هذا من هذا؟ نيتك، نفس العمل لكن نيتك من الداخل، تباهي تفاخر او ادخال السرور او الاسعاد، او نيتك تسيء الظن بالفقير انه عينه حرشه وانه باش يحسدني وباش يبغضني وتوا عزكم الله والله باش يدقدقني بعينه. لا لا، ما تجيبوش وما نعطيهوش وما نوريهش، والله انت اللي دقدقت نفسك بسوء ظنك، وانت اللي عبيت صحيفتك بما لا يرضي الله جل في العلا. اذن يا اخواتي، نحن نرجو ان نكون ان شاء الله معطائين، نتخلق باسمه المعطي بحكمه، نرجو ان نكون مقسطين، ننصف الناس من انفسنا ونعطيهم الحق ولو كان ضئيل، ونرجو ان نكون عادلين مع كل من حولنا باسم العدل، ورب يوفقنا ان شاء الله. اللي يحب كما قال ربي سبحانه وتعالى هذا الطريق النقي الصفي، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، يشد ثنية من تويس، شد ثنية تويس بإذنه تعالى. من اراد رزق ربه يجب ان يتخذ الى ربه مآبا، يعني يلزم نبدل الوجهة، عوض ان اطمع في الغني الفاني ساتوجه للغني المغني جل في علاه. والمثل يقول يا أخواتي، اطمع كان في ربي، تتوكل فيه لا تشرب فيه، الله الغني، والله يرزقنا من فضله ويغنينا بفضله عمن سواه. الحل شنو هي القيمة والأخلاق اللي زمني نتحلى بها إن شاء الله، مش نولي بإذنه تعالى، اتخذوا نحو ربي مآب واتخذوا طريق الصلاح، هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد مرتبة قلبية مش يدوية، الزهد في القلب وليس في الجيب. والزاهد الحقيقي يا أخواتي اللي ما عنده كان غاية واحدة، اللي هي مرضاة رب العالمين والتخلق بخلق سيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، طيبا مباركا ميمونا عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.